عن اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه ان انا قلت لكم ان هيكون في اجتماع مع المدربين وكل واحد هيقول وجهه نظره ويمكن كابتن طارق يوضح فكره المده او الوقت والزمن هو الاهم بالنسبه لاي مدرب عشان يرجع مره اخرى بفرقته في كامل مستواها وكامل لياقتها. لكن خلينا بس نتفق على شيء ان الدوري المصري مش هيرجع بنفس قوته زي ما شفنا الدوريات الاوروبيه، ويمكن طبعا مع الفارق يعني مع الفارق في الجزء البدني والفني، وزي ما قال كابتن طارق ان نوعيه اللعيب المصري فكره حتى النظام الغذائي بتاعه ونوعيه تدريبه في لوحده كانت اكيد مش زي اللاعب المحترف اللي موجود في اوروبا، فبالتالي هتبقى بعض الامور اللي هتناقش في الاجتماع ده مهمه جدا. ويمكن احنا انا سعيد ليه ان الاجتماع ده موجود، لان اما جينا من يومين كابتن طلعت يوسف معانا وكابتن والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه للاتحاد المصري لكره القدم ابتدينا نتكلم معاهم وكانوا موجودين على الخط في نفس التوقيت واحنا بنسال، او خليك كابتن طلعت يوسف يسال دكتور محمد سلطان ايه اللي هو مضايقه او ايه اللي محتاجه، ايه اللي المفروض كابتن طلعت يوسف كان ليه استفسارات خاصه مع دكتور محمد سلطان، وبالتالي ده كان شيء مهم. على نفس النهج انا سعيد ان اتحاد الكوره عمل هذه الجزئيه، لان جزء مهم جدا هو جزء المدربين عشان تحط وقت وتحط جداول، وان كان في جداول مثلا في دماغك انت او اوقات حطيتها كلجنه كوره او لجنه اداره الكوره في مصر حطيتها عشان تحط كده اسس ليك عشان تبتدي عليها، ولكن مهم جدا انك ترجع للمدربين عشان هم اللي في الاول في الاخر يقول لك احنا نقدر نرجع في الشهر ده او في الشهرين او في ثلاث شهور. ده اللي انت تقدر من خلال هذا الاجتماع تعمله، واعتقد ده هيبقى اجتماع مهم ومثمر في جزئيه عوده الدوري مره اخرى. وعلى فكره على حسب كلامهم ممكن اتحاد الكوره ياخد قرارات تانية غير عوده الدوري، يعني بس عشان نبقى الناس ما تتخضش، لان في مدربين هيجي يقول لك لا انا ما اقدرش ارجع بفرقتي في مثلا في اربع اسابيع او في خمس اسابيع تدريب جماعي. في بعض المدربين اكيد واحنا شفنا تصريحات من مدربين كبار بيتكلموا في هذه الجزئيه او في اطار هذه الجزئيه، فبالتالي في بعض الامور ممكن في الاتحاد الكوره تخليه ياخد قرار مختلف عن بعيد عن عوده الدوري، لكن حتى الان الغالبيه العظمى هو عوده الدوري الممتاز. طيب ايضا في اجتماع مع اتحاد الكوره بخصوص القسم الثاني اللي بيطالب حتى الان بالغاء الهبوط بالنسبه للقسم الثاني. عايز اقول لكم ان خمس اسابيع بس هي اللي متواجده او فاضل في القسم الثاني، فبالتالي الامور بالنسبه لهم اسهل بكتير من الدوري الممتاز. فاعتقد ان الاجتماع ده والمطالبات بالنسبه للانديه بتاعه القسم الثاني ان الغاء الهبوط هتبقى اعتقد انها تقابل بالرفض، لان طبعا هياثر بشكل كبير في كل حاجه. انت بتاثر الغاء هبوط بياثر في الدوري الممتاز على اللي تحتيك اللي هو القسم الثاني وبياثر على القسم الثالث، فبالتالي اعتقد ان الطلب ده ممكن لو اتعرض في الاجتماع هيقابل بالرفض بشكل كبير. ايضا بالنسبه ايضا لانديه القسم الثالث بكره فيه هيكون اجتماع خاص بالانديه دي، وزي ما احنا قلنا ده حاجه كويسه ان الاجتماع بالقسم الاول والتجربه في الدوري الممتاز لو عاد مره اخرى ثم يعود القسم الثاني لو ان شاء الله عاد برضو هيبقى القسم الثالث، بالتالي الامور تمشي تباعا من خلال الاقسام الخاصه بكره القدم المصريه. حاجه كده او مصدر من خلال طبعا تواجدنا في اتحاد الكره فكره الفتره اللي فاتت ان الشكاوي بعدم وجود مستحقات للاعبين بقت كتيره، وفي رقم كده هقول لحضراتكم بخصوص الشكاوي في الفتره اللي فاتت او في فتره التوقف بتاع الكورونا دي بخصوص عدم عدم وجود مستحقات او الحصول مستحقات اللاعبين على فلوسهم في الفتره اللي فاتت. وصلت ل 337 شكوى من لاعبين ضد انديتهم في الاقسام المختلفه في الدوري المصري، فبالتالي رقم كبير بالنسبه للدوري المصري واللاعبين في الدوري المصري بس. فبالتالي الامور بالنسبه للاقسام والفلوس زي ما بقول لكم احنا في ازمه ان شاء الله نعديها بشكل كبير، سواء بقى بعوده الدوري او حتى بالجانب المادي بالنسبه للانديه عشان تفي بوعودها مع لاعبيها وتفي بوعودها مع العاملين والمدربين والاجهزه الفنيه. انا كنت اتكلمت في جزئيه الاسماعيلي مع حضراتكم في ان الاسماعيلي عنده مشكله ان هو منتظر تعهد كتابي من الاتحاد المصري لكره القدم
من خلال طبعا ورقه رسميه ان هو المتحمل او بيتحمل اي مشكله تحصل للاعبين، سواء باصابه الاصابات العاديه او حتى اصابه اي لاعب فيروس كورونا. ده يمكن نادي الاسماعيلي وكلامه في تصريحاتهم كنادي الاسماعيلي، وان هو لغى المسحه الخاصه بالكورونا في اللي كانت محدده ليهم اليومين دول. فبالتالي طبعا هنشوف الفترة الجاية اسماعيل هيعمل ايه، هو مستني هذا التعهد من اتحاد الكرة. زي ما قلت لكم اتحاد النادي الاتحاد حدد 100,000 جنيه عقوبة على اي لاعب مش هيحضر المسحة الخاصة باختبار كشف عن فيروس كورونا. خليني اطلع لفاصل واستقبل كابتن مجدي عبد الغني.